السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. اليوم راح نشرح حدث عيد الشكر، أحد الأحداث الموسمية التي تختلف فيها طريقة اللعب عن باقي الأحداث. وفي أحداث مشابهة لعيد الشكر، ولكن كويس أننا جانا حدث مختلف بهذه الطريقة. في حدث سابق شرحته عن الهالوين، قلت أنه يعتمد اعتماد كلي على تفاعلك أنت كلاعب فردي، تجمع المكافآت، وكل هذا الشيء يعتمد على تفاعلك أنت لوحدك. لكن هنا تختلف المعادلة بشكل كامل، بحيث أنه يعتمد على تفاعل التحالف ككل. فهذه فرصة أنك تقيس تفاعل التحالف، نشاط الأعضاء الأكثر مساهمة وما إلى آخره. هذه هي الفكرة. فخلونا نتعرف على الأحداث التي تندرج تحت مسمى عيد الشكر. عندنا شيء اسمه وليمة الشكر، جمع المكونات، وتقوم بإعداد وليمة هائلة. ولكن هذا الحدث ما وصلنا إلى الآن، لأننا تونا بدأنا في هذا الحدث. الحدث الثاني قرن الوفرة. تعاون مع زملائك أعضاء التحالف وقم برفع مستوى قرن الوفرة الخاص بك لكسب المكافآت. طيب خلونا نشوف هذا الكلام. قرن الوفرة، ممتاز. أنا عندي هنا مكافآت، ولكن تعتمد على تفاعل التحالف مثل ما قلت. في شيء اسمه مساهمات، نقاط وترتيب. طيب أنا كيف أكون عضو مساهم مع الشباب هنا؟ من خلال إضافتك للذرة حتى تحصل على الخبز اللي هو هذا، أو استبدالك 100 جوهرة وحتى تحصل على دوار الشمس. تمام؟ يعني دوار الشمس الواحد يكلفك 100 جوهرة. طيب في طريقة ثانية ممكن أحصل عليها على دوار الشمس؟ نعم، من خلال شرائك للعروض. طبعا في عرض ثاني ما وصل إلى الآن، أو أنك تحصل عليها من خلال حدث رحلة الامتنان، من خلال تسجيلك الدخول يوميا ويعطيك بهذا الشكل. طبعا ما هو كثير، لكن يفي بالغرض لشيء معين. فرحلة الامتنان، طبعا حنا فهمنا الحين موضوع قرن الوفرة، أنك تساهم بإضافة الذرة أو أنك تدفع 100 جوهرة وتستبدلها بقيمتها الدوار شمس واحد فقط، وبكذا تدخل في المساهمات كعضو مساهم. عفوا، رحلة الامتنان مثل ما قلنا في أي حدث موسمي راح يجي لك هذا الحدث، نفس الفكرة، نفس المكافآت، نفس المدة، نفس الأيام، فما في أي اختلاف نهائيا. اللهم أنه الاختلاف يكون في المسمى. فهذا الحدث مهم جدا يا شباب، أبغاك تركز على إنجاز المهمات اليومية. عندك 5 أيام، كل يوم يعطيك 3 مهمات، نفذها حتى تحصل على هذا الصندوق. طيب نرجع للموضوع الأساسي. شرحنا قرن الوفرة ورحلة الامتنان. طيب إيش هو مراقب الحصاد؟ طبعا أنا ما أدري هل هو حدث راح يجي إلى الآن، ما وصل، فما عندي أي خلفية عن الموضوع هذا، لكن في شيء ما شرحناه إلى الآن. احتفال الحصاد، أبغاك تركز معي لأني بقول كلام يمكن كثير من اللاعبين ما يتفق معي. فأنا أخاطبك أنت كلاعب free to play، ما أخاطبك pay to win. pay to win أنت حر، يعني يمديك تدفع، يمديك تسوي أي شيء، لكن الناس اللي يلعبون free to play أبغاك تركز معي هنا. في عندنا هذا هو اللي يعتبر السوق الخاص بالحدث. ففي عندنا هنا ثيم خاص بهذا الحدث، يكلفك 200 خبز من الذرة و100 من دوار الشمس. طيب مثل ما قلنا، تكلفة دوار الشمس الواحد 100 جوهرة، فأنت لو ضربت الآن 100 في 100 راح يطلع لك الناتج 10,000 جوهرة. فعلشان تتحصل على هذا، طبعا خبز الذرة سهل، لكن دوار الشمس بيتعبك ولا يستحق هذه التكلفة نهائيا، فشطب عليها. نرجع للي بعده، نشوف اللي بعده. التمثال الأسطوري. أنتوا تلاحظون أني في كل مكان أقول مهم جدا التماثيل الأسطورية، مهم جدا وهكذا، صح؟ لكن أنا عندي رأي مغاير يمكن ما يعجب البعض. أنا أرى أن تكلفة التمثال الأسطوري الواحد
يعني يبغالك ميزانية معينة. لاحظوا هنا الكمية المتبقية عندي 29 هي بالأصل 30، ولكن اشتريت تمثال واحد فقط. فأنت علشان تقفل 30 هذه كاملة، أنت مضطر تدفع 30,000 جوهرة حتى تكتسب هذه التماثيل ككل وتقفل عليها. لكن السؤال هنا، هل يستحق أنك تدفع هذه الكمية من الجواهر في هذا الحدث؟ طبعا لا، وفرها لحدث عجلة الحظ. أنا ما أنصحك أبدا أنك تحط كل جواهرك في هذا الحدث نهائيا. فهمت الفكرة الحين؟ طيب، طبعا هذا ديكور ما يهمك، ثيم مؤقت نهائيا ما يهمك، نجوم ذهبية يعني ممكن تحصل على النجوم من أي مكان، فوفر هذه لشيء أفضل، أو التماثيل الذهبية إذا قدرت. طبعا المفاتيح الذهبية أنا الآن مركز عليها. ليه؟ لأني أنا قاعد أجمع يعني مفاتيح بالهبل، عندي عدد معين أبغى أوصل فيه، أو أبغى أوصل له عفوا، حتى أفتحها دفعة واحدة ونشوف إيش راح يطلع لنا مع بعض. فخلونا نركز على شغلة المفاتيح الذهبية. دوار الشمس ممكن تستبدل بقيمتها، يعني تسريع مدتها ساعة، أنت حر، هذا شيء حلو. خبز الذرة تقدر بعد تستخدمها في استبدال حزمة موارد 1000 طعام أو 1000 خشب، أنت وحظك. طيب، فهمت الفكرة الحين من هذا الحدث؟ يعتمد اعتماد كلي على تفاعل التحالف كامل، وحاول أنك تكون عضو مساهم. خلوني أوريكم حاجة هنا. طيب، قلنا أنا قاعد أجمع تماثيل، أو عفواً مفاتيح ذهبية، أبغى أوصل عدد معين بحيث أنه في مقطع آخر راح نخصصه يعني مخصوص يعني بالمفتاح الذهبي، نشوف إيش راح يطلع معنا، لكن بياخذ وقت شوي، فإن شاء الله نلقى شيء يعني يستحق هذا الجهد. ممتاز، يعني هذا تقريبا كل شيء. أبد يعني أبغاك تركز على رحلة الامتنان اللي هو هذا، ركز على المهمات اليومية، حاول تكون عضو مساهم يعني حتى تكتسب هذه الجوائز. إيش بعد؟ أبغاك تركز لي على الأشياء المهمة. إن قدرت يعني تستبدل هذه، طبعا هذه الرأس الواحد راح يكلفك 1000 جوهرة، تمام؟ لكن ككل 30,000 الكمية الموجودة هنا، 30، وتكلفة التمثال الواحد 1000 جوهرة حتى تشتري دوار الشمس 10 حبات. أما خبز الذرة مثل ما قلنا سهل. فهذا اللي كان عندنا اليوم، اعذروني إذا كان المقطع غير مرتب، ولكن قبل ما ينتهي الحدث قلت لازم أني أشرح عنه، فما يستحق أنك تنفق عليه الكثير من الجواهر. هذا اللي كان عندنا اليوم، يعطيكم العافية على المتابعة، نراكم على خير، في أمان الله.